طيب بالنسبه للوصيه، راجل قبل ما يموت، الاخ صرف عليه مثلا 100,000، وبعد ما الراجل كتب وصيه قبل ما يموت هديله 150,000، والاخوات مش راضيين. هيدي للي صرف 100 يديله 150 يعني؟ قال له انت وقفت معايا، وهو وارث معاهم. هو وارث معاهم، يعني مثلا ممتاز. هو مثلا ولا كان مليون فعاوز يديله 150,000، فكتب وصيه ان الاخ الكبير ده ياخد 150,000. هل الوصيه تجوز ولا لا تجوز؟ هنا اولا الاسلام قال لا وصيه للوارث. في روايه فيها زياده لا وصيه للوارث الا ان يرضى الورثه. اولا هذا الرجل سياخد ال 100,000 اللي انفقهم فقط. إذا كان أنفقهم على أنها ترد يعني، فاهمني؟ الخمسين ألف دي يعني الخمسين ألف بقى دي زيادة لابد للورثة يرضوا، مرضوش ما ينفعش ترجع للورث.